مساء أو صباح الخير حسب التوقيت اللي بتتابعونا منه دلوقتي. 2020 كانت سنة صعبة جداً وبجد نتمنى أن أنتم وعائلاتكم تكونوا بخير. الفترة اللي فاتت كنا بنحضر لDevFest Egypt في نسخة الأونلاين، وده عشان نضمن سلامة الأتنديز والسبيكرز والأورجانيزرز. التحديات والظروف اللي فرضتها السنة دي كانت صعبة جداً وخلت التواصل مع الأصحاب والعيلة صعب جداً. ورغم ان احنا متاكدين ان مفيش حاجه تعوض ابدا التواصل الحقيقي، الا اننا حاولنا ان تجربه الحضور السنه دي تكون تفاعليه قدر الامكان. حابين نشكر كل السبيكرز وكل البارتنرز اللي شاركوا في صناعه الايفنت ده، وحابين نشكر كل الحضور اللي بينضموا الينا عبر الانترنت من اكتر من 7 بلدان. الدايفرستي بالنسبه لنا حاجه مهمه جدا، فهتلاقوا تنوع كبير من اكتر من 50 سبيكرز من شركات محليه وعالميه، فعلى مدار اليومين الجايين هتلاقوا تنوع كبير قوي في مجالات مختلفه. DevFest Egypt 2020 شارك فيه اكتر من 60 اورجانيزر من 20 شابتر جي دي جي وومن تيك ميكرز حوالين مصر كلهم، وكمان معانا اكتر من 12 كوميونيتي بارتنرز من 5 دول حوالين المينا ريجن. السنه اللي فاتت سمعنا منكم اقتراحاتكم، وكل سنه في DevFest Egypt بنتطور ونحاول نخلي الايفنت احسن شويه. السنه دي بنركز على المحتوى المتوسط والمتقدم، وكمان هتلاقوا اكتر من 50% من السيشن بالعربي. هدفنا دايما في جي دي جي اننا نساعد في توفير المعرفه، هنلاقي سيشنز مختلفة في الاندرويد والاي اي والماشين ليرنينج وكمان الويب، وكمان في سيشنز للجزء الجير تكنيكال المهم في حياة الديفلوبرز، بالاضافة لبالانس عن جندر ايكوتي انتج وبرمجة للصغار تحت سن 18. كل السيشنز تقدروا تتفاعلوا معاها من خلال الكومنتس، وبنفكركم بالكود اوف كونتاكت واننا نتعامل مع الجميع باحترام من دون التقليل لوجهات النظر المختلفة. DevFest Egypt وكل الايفنتات الخاصة بجي دي جيز غير مقبول فيها تماما التمييز بناء على الدين، الجنس، اللون وغيرهم من انواع التمييز. تقدروا ترجعوا للجزء الخاص بالكود اوف كونتاكت على موقعنا. سياستنا في التعامل مع الموضوع هي زيرو توليرانس، هيتم منع صاحب او صاحبة السلوك من حضور اي فعالية بتقدمها جوجل في المستقبل. لو عندكم اي كونسيرنز تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الفورم الموجودة على الويب سايت او عن طريق السوشيال ميديا، وفريقنا هياخد الاجراء المناسب لده. اتمنى تنبسطوا بالسيشنز على مدار اليومين الجايين، ومره كمان بشكركم جدا على وقتكم. متحمسين جدا نكون معاكم في DevFest Egypt 2020.